بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لكويزين فاتي. اليوم بإذن الله راح نديروا التحلية، تحلية مخلفة على التحليات اللي درناهم. مش عندنا كمكونات لهذه التحلية. عندنا 3 كيلان فارينة. الكيلة اللي حبيتوا تكيلوا بها كيلو على حسب المول اللي عندكم. أنا هنا المول تاعي مربع، عندي درت هنا 3 كيسان فارينة. الكاس اللي يرفد 250 ملي. هنا درت 3.5 سكر، والحلاوة تبقى على حسب الاختيار كما حبيتوا نتوما. اذا هنا نخلطهم كامل هكذا، نخلط الفارينة والسكر ونزيد شوية تاع الملح ومغرف صغيرة تاع لافاني. بعد راح ندير 4 مغارف نتاع الزبدة، ما تكونش بومبي، تكون يعني ماشي معمرة بزاف. هكذا 4 مغارف تكون زبدة طرية هكذا. بعد رايحة ندخل كامل الزبدة في الفارينة. رايحة نخدمها كما تخدمي زعما الغريبية، فوالا كما تخدمي زعما الغريبية. اذا رايحة نحك كامل هذيك الزبدة في الفارينة حتى وين الفارينة تمتص كامل هذيك الدهون والسكر يعني يذبال. اذا هكذا شوفوا هنا الفارينة كيفاش ولات كأنها رمل هكذا. دركا حنا نجبد المقلة، شوفوا يعني كيفاش. اذا راح نجبد المقلة ونقسم الفارينة هذه الى 3 اقسام ونحمصهم مليح مليح حتى تولي دوغي. هاي لك القسم الاول، والقسم الثاني راح نديروه مع بعض وتشوفوا كيفاش يعني يكون التحميصه نتاعو. اذا هنا راني درت على النار تكون متوسطه. اذا راح نضغط على الفرينه هكذا، كل ما نحمص شويه ونضغط عليها، باسكو الفرينه راهي دير الكريات، هذيك الكريات لازم نضغط عليهم باش تتفتت وتتحمص كما راكم تشاهدوا. شوفوا هنا مازال يعني ما بداتش يعني تولي دوغي هكذا. صدقوني هذه التحلية رائعة. هذا المكون اللي راني ندير فيه الفرينة نحمص فيها مع الزبدة والسكر بديل الجاتو. يعني لما عندكمش البسكوي تقدروا تعوضوا هذه بالبسكوي هكذا. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، خاصة المبتدئات. انا شعاري للمبتدئات ندير لهم الحافز باش يتعلموا، وكل ما نجيب يعني نجيب الوصفة نديرها وصفة اقتصادية باش تتمكن المبتدئة باش تديرها. اذا كما راكم تلاحظوا راني نضغط على الفارينة باش ما تكونش عندها تكتلات ولا الكريات هذيك صغار. فوالا شوفوا كيفاش راهي بدات دركا تولي دوغي. راني نجبد كامل على الاطراف ونجيبهم للوسط باش ماشي الاطراف تبقى يعني ماشي محمصه والوسطاني محمص. فوالا شوفوا كيفاش راني نضغط على الفرينه. فوالا شوفوا كيفاش ولات يعني دوغي. دروك راح نديرها في البول ونزيد القسم الثالث هكذا. على ما اظن انها يعني سوا نهبطها كامل في البول هذا ونزيد الاخير والثالث هكذا. راح نمحصو هاوليك بعد ما حصتو كامل كيما الاول والثاني. دروك راح نديرهم كامل هكذا يعني تحمصو نفس التحميصه. دروك هنا راح ندير شويه تاع لافاني، نعطي لها الذوق نتاع الفانيلا ونخليها دكوتي ونروح نجبد ندير الكريمه. الكريمه واش عندنا؟ عندنا حبه بيض، زوج 3 مغارف سكر هكذا، 3 مغارف سكر وشويه، والسكر يبقى حسب الحلاوه اللي حبيتو. هنا عندي لتر تاع الحليب، عفوا عندي 2 مغارف تاع المايزينا و2 مغارف تاع الفرينه. فوالا هنا راح ندير ريتل تاع الحليب، هذه قرصه تاع الملح ما ننساوهاش. هنا عندي ريتل تاع الحليب، والحليب نخلي هنايا قيس كاس. انا كي خليت هنايا قيس كاس ندمت،
يعني وليت حتى نولي وين طيب، وليت عنده طيبته باسكو خاصني الكريمه. اذا انتوما واش ديروا؟ ديروا كامل الريتله هذيك وزيدوا مايزينا وفرينا، مغرف مايزينا ومغرف فرينا، باش يبقى يعني يكون سوا سوا الكريمه، تكفيكم سوا سوا. اذا هنا راح نديه فوق النار، شوفوا كيف بعد ما تخثر الكريمه حنخليها ندير لها هنايا شويه نتاع لافاني ونديرها داخل الثلاجه، نغطيها كامل ونخليها داخل الثلاجه حتى وين تبرد. وهنا شوفوا درت هنايا، درت لاشونتي، درت كاس نتاع لاشونتي ونص كاس نتاع الحليب بارد، ضربتهم كامل هكذا. شوفوا شوفوا كيفاش ولا الكريمه. درك راح نضربهم، نمزج الكريمه مع لاشونتي ونضربهم بالباتور حتى تولي كريمه ملسة بنينه بنينه مليح مليح الكريمه هذه. اذا نضربها بالباتور، شوفوا كيفاش ولات ليس وتبريي ولقو، ما نحكي لكمش عليه. اذا هاي وليك الاطار اللي عندي، درت له بابي فيل، حندير شويه برك نتاع الكريمه باش تشد هذيك الطبقه نتاع البيستلي، راح نغلفها كامل من الاسفل هكذا هكذا. درك راح ندير لها طبقه من الكريمه، نسووها كامل مليح. شوفوا هنايا، هنا في البسكوي هذه ولا فرينه اللي حمصناها، تقدروا تزيدوا زوج مغارف نتاع الكاوكاو محمص مليح ومرحي يعني مطحون، وزوج مغارف نتاع الجنجلان محمص ومرحي، يعطي لها لوغو يعني يزيد لها من البنه هكذا. نغطي كامل هذيك الكريمه ونضغط على البسكوي هذا، نضغط عليه مليح باش يكون الوجه نتاعو املس وما عندوش تعرجات ولا. شوفوا هنايا درت ثلاث مغارف، نتوما هنا ديروا اربع مغارف باش تجي الطبقه نتاع الكريمه لا باس بها. هاوليك بعد ما سطحتها مليح مليح، شوفوا هنايا، هنا ننصحكم كي تديروا الكريمه ما ديروهاش بالمغرف، ديروها بالكوبات باش تساعدكم وما ترفدش معكم البسكوي هذا كي تجي كي تجوا تسكموها. هايلك نظن يعني ان شاء الله يا ربي الشرح يكون مفهوم والطريقه يعني باينه. هايلك انا عجبتني، قلت ولا غنديرها وزدت درتها يعني، قلت ولا غنديرها ونشاركها معكم بالك تعجبكم نتوما ثاني. هاي ليك دروك راح نزيد لا كريم او الكريمه، دائما ديروا اربع مغارف احسن من ثلاثه، باسكو ثلاثه هكذا تجيك شويه مخصوصه. دروك ندردر كامل هكذا البسكوي، على فكره اما القري يعني يبقى لكم البسكوي هكذا كغطوه ديروه داخل العلبه وكل ما تسحقوه جبدوه، مالقري ما نزع ما ديرتو اي صابلي ولا تقدروا ترمدو فيه، زيدوا له برك شويه كاوكاو زيدوا برك شويه كاوكاو وجنجلان، حمصوه وورحوه تعطي واحد البنه ولا اروع. هاي لك دركا درت كريمه هكذا، كل ما نزيد الطبقه كل ما يعني الكريمه نزيد لها، ولازم تكون باينه الكريمه، لازم تكون باينه. هنا شفتوا خصتني الكريمه، راح حتى نزيد نعاود نطيب هذاك الكاس اللي نحيته. اذا انتم ما ديروه كامل الكاس، شفتوا المول تاعي على ما اظن انه 25 على 25. هكذا راح نسطحه كامل هكذا، نضغط عليه باش الكريمه هذيك باش البسكويت يدخل كامل في الكريمه. اذا كما راكم تشاهدوا هذيك هكذا، هنا كي نكملها كامل هكذا نسطح الوجه، لازم يكون المس هكذا. درك لازم نغطيها وندخلها داخل الثلاجه
هكذا، نزيد لها هنايا شويه. هايليك بعد ما كملتها كامل راح نغطيها كامل هكذا وندخلها للثلاجه، يعني ماشي الثلاجه، نديرها كونجيلاتور باش تجمد لي شويه، وندير لها لا كريم شانتيي. لا كريم شانتيي كما قلت لكم كاس تاع الشانتيي ونص كاس تاع الحليب، ضربتهم مليح مليح. وراني ندير دروكا على الوجه بعد ما كانت التحليه تاعي بارده، وكنسقمها كامل هكذا، خاصة كي راكي تسقميها بكوبات تعاونك مليح مليح. لو كان تجيب المغرف تخلي لك كامل، تخلي لك لي تراس نتاع المغرف، وجهة تكون طالعة وجهة تكون هابطة هكذا كامل. وهنا طبعا عندي شوكولا، شوكولا ديرتها بال يعني ديريها بال، تقطعيها كامل بالموس ولا بالقطعة تاع البطاطا باش تجيك اطراف. دروك تشوفوها يعني كيفاش خرجت لي، شوفوا كيفاش خرجت املس هكذا. دروك واش راح ندير لها، هايليك شوكولا اللي كنت نقولكم عليها، هنا ديريها هكذا بصح ما تغطيش كامل الوجه، لازم تخلي باش يبان هذيك، باش تبان شويه بيضه وشويه تاع الشوكولا، تكسر برك هذيك البيوضة تاع الشانتيي. اذا هنا راح ندير لها هكذا برك تاع الشوكولا، الشوكولا يعني مكرفشتها بالموس ولا بالقشرة تاع البطاطا هكذا، وندخلها دروك للثلاجة ونخليها. هنا لازم تخليها ليلة كاملة، سواء ديرتيها صباح ولا العشية لازم تبات باش تخرج تعطي لك نتيجة ما شاء الله. اذا هنا دروك بعد ما ديرتها الثلاجة بردت لي مليح مليح، دروك راني نحها من الاطار تاع المول هكذا. انا بكل صراحه ما خليتهاش يعني باتت، هنا المشكل هنا عرفتها بلي لازم تخليها تبات باش تعطي لك نتيجه مليحه. شوفوا هنايا كيفاش خرجت، اون ديري درتها بالبسكوي. شوفوا هنا حبيت برك نوري لكم قبل ما نقطعها كيفاش خرجت، هذوك درك نقطعها ونوري لكم يعني كيفاش. بيان سور كي تروحوا تقطعوها تتفتت شويه تاع الكاطو، وعلى قلت لكم لازم تخلوها تبات. هايليك شوفوا نوري لكم الداخل كيفاش خرجت، شفتوا كيفاش يعني طريه ولكو، انا يعني عجبني الذوق نتاعها ولا اروع. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنجحوا فيها وكش وحده يعني. اذا ان شاء الله يا ربي تسيوها وتعجبكم. اذا ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الملتقى ان شاء الله. سلام.